السلام عليكم. الفكرة فعلي حلو بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المساء. ما ودي نطول عليكم يا جماعة الخير، قبل نبدا تنسى اللايك والاشتراك عزيزي المشاهد، اشترك يا بعد قلبي يروح. الخير ما باقي شيء على المليون، فعزيزي المشاهد الله يسعد قلبك. الاشتراك اشترك اشتراك. ما ودي نطول عليكم، مقطعنا اليوم تحديات التيك توك. بسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين عيال؟ يلا يلا. ايه مو بتضيف. لا يا عيال لا. واحد اثنين ثلاثة، كل واحد يترك هذا ياخذ الثاني. جنبه. ياخذ الجنبه، يمكن كذا ندور. نوقف. إذا ما تريان هذه مسافة بيني وبينك ترى بتصير. اوكي. ما نقرب مع بعض. اوف. واحد اثنين ثلاثة. قسما بالله العظيم اني ما اني مسوي كذا شف. لا لا لا. والله العظيم. صايب ليش تسوي كذا شف ماين كرافت؟ لا. صايب برا. اسمع اسمع اسمع. لا لا هاي تجربة، هاي تجربة، هاي تجربة. والله يا صغير تسويها مرة ثانية كذا. انا كنت عليك. اول شيء بذم الرمير انك بوسيها كذا سيبك. شوف شوف تاكل مشكها. يلا تعال تعال ابراهيم تعال تعال. والله رح رح. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. يا عيال ايش فيكم عالقين؟ واحد اثنين ثلاثة. يا عيال بيزود العد ترى. واحد ثلاثة. واحد ثلاثة. أيوة والله لا 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 وسعوا ايش رايكم كذا؟ شوف امسكها شايف راحتي. واحد ثلاثة. يا ساتر احكي ابو اصبر. واحد اثنين ثلاثة. واحد ثلاثة. والله يا رجال اقسم بالله يا رجال الفايز يختار واحد يعاقبه. طيب واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. لا والله ضيعها ضيعها. دفيتها بالغلط اعتذر. دفيتها بالغلط. لا لا هنا المسافة فيها. واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة. واحد يعد منكم عيال. واحد اثنين ثلاثة. واحد ثلاثة. ثلاثة. لا واحد اثنين ثلاثة. واحد كف. والله بعطيك كف. ايه ايه اسحب عليك. يلا سرع بكيفك. قول استمروا يا شيخ. واحد اثنين برا برا بيني وبينك. واحد اثنين ثلاثة. يا كلب ما تسوي كذا. لا اجريتني. لا لا زايد والله غير. والله هل عندك عقاب لشخص؟ عقاب اختار اي شخص تعاقبه. قبل نروح الجوله الثانيه من تحدي تيك توك صهيب. لا بكسر صوته. ايوه يا قلب. لا ايوه بيسكر والله بيسكر امك. ومين تسوق لك اللايك والاشتراك؟ اي والله قبل قبل تسكر بسرعه. قبل يسكر بسرعه قال له قل لهم لايك واشتراك. ايوه ايوه احسن. اي صوتك قاعد يطلع. ايه نزق زياده. لا 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 اكفى حطه ثاني. لا 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 التحدي الثاني يا جماعه الخير بسيط جدا. نرد كل واحد بيلعب. طلعت لك اثنين تضغط هنا مرتين طق طق. اللي يفجر البالونه هو الخسران. اي مكان هنا 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 الخسران بينضرب ضرب منك اليوم. بسم الله. ستة والله ستة. ستة. طيب ستة مرة واحدة ولا بأقدر منهم؟ يلا. راح أحط البالونة يا عيال. كذا. عم الحال. واحد. واحد. اثنين. ثلاثة. يا عفو. أربعة. المهم علينا. خمسة. يعني ما حصلت البالونة اللي. صص صص. والله. باقي باقي ترى ما بتنفجر. اص. اضغط. يلا. اص. ستة. ثلاثة. واحد اثنين والله لا واحد اثنين ثلاثة اثنين واحد انا بعد يا ليل انا ثلاثة يا ساتر يلا وترتني يا عيال ما سوى يا حين بشر. واحد ثلاثة واحد سوى
بس 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 وش ذا؟ بس هذا نفس يا رب خمسة يلا يلا واحد اثنين ثلاثة ايزي اول شيء اربعة اي بس لدرنا كلنا ورجعت له زياد ما بتنفع اثنين والله لا عليك خرشني بغيت ابقى خرشني ثلاثة الحمد لله ابغى اضرب اضرب خلاص يا رب يا كريم ابن عزيز والله يا تخيل يبتلها يضربنا هو واحد ايه بيضربنا هو اثنين ايوه ثلاثة ايوه اربعة والله ما قدرت واحدة يا ساتر يا عيال شوف شوف خمسة ايزي ايش خمسة ايزي رجعت كيف بعد زياد خمسة خمسة والله تسويها والله تسويها والله شباب جاهزين لا جيبها جيبها والله فوق هذه أبو ما أدري بين برصة صحيح عشان إيه حظ عليك أيوة عشان ما إيه ولا خلنا بنحط إن فيلف صدقني إنه يمدي يا عيال يلا يا ما سويتها مو أنا ما بعيشه نروح وين الجزء الثالث مش هنا التحدي الثاني بنغمض عيون فيه وبيكون معاه سلاح بيتغيبون الشباب كلهم بالغرفة بدون ما يدري وانت اسمع الصوت تحسس انت يعني هذا امسك سلاح خلنا نغطي عيونك فيرفو ما تشوف والله اني ما اشوف يا اخي ما انغش في الالعاب انا ما تشوف صح؟ ايه يا عيال اللي يطلق عليه فيرفو برا اللعبة على طول ايه. لازم تلمس الطلقة ايه ايوه اذا مسكت الطلقة خلاص عشان ثاني بيتخبون زين لك دقيقة واحدة يلا. عندك ست طلقات احنا خمس اشخاص طيب اذا قلنا ابدا يلا لا رايد يا عيال اذا كان في احد بيزبن في مكان خليك واقف لا تنسدح ولا تسوي شيء لو سمحت بسم الله الان نبدا عشقته صح يا عيال هيه لا تفهموا شيء الله يقطع ام الضيق والله ايه ترى بغش يا عيال هيه ما يطلق صوت اصوص ست تحت انا ما يشتغل يا عيال رايد رايد ست تحت يا اخي ما بقالي طلقات ها خلص طلقاتي انا بقطعك خلص طلقاتي رايش اسوي انطلقت وبروح كذاب باقي لي طلقه واحده احلف والله طبين رصاص لا 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 طبين رصاص طبين رصاص اوكي انا ايش قلت لك قبل شوي حكيتي بنسيت هذا يا ما ادري ما كنتي بنسيته غيره منكم كم وقف يلا جاهز بيبول اصبر خليني بتاكد اني متعشق دور ثلاث مرات ما هيا غيره منكم غيره لا احد يتحرك ها بس وقف هنا اللي قلت لك ابدا طيب تخت الله يطعم الضيقه يلا هذا مين؟ أنا أنت رايد؟ إيه خلاص روح دورهم
بدر؟ انت بدر؟ ها؟ انت بدر؟ معشق بدر؟ بدر معشق؟ ايه بدر انت بدر من المقطع معشق ولا لا؟ ايه معشق معشق. طيب يا عيال يا عيال، اذا كل واحد يبي يسبن ما راح يصير اي واحد ترى. لانك حركت رجلك اللي تحت يا غبي. طيب وين الدولاب؟ وين الدولاب؟ مين بمخي؟ صوت صوت صوت. والله سمعت واحد يضحك يا عيال، اقسم بالله. يا عيال التقيت له مكانه وحطته وين صامت. هنا خلص الراوند، لازم نغير القوانين، قوانين في تروى، ارفع ارفع خلاص، انت تتوقع انك مفروض انك ممكن تصير كذا واحد بس ترى غيره، فلازم نطلع قرار ثاني وشلون؟ وقت حلو؟ ممنوع التحرك. ممنوع اللمس، اني المس. بدون ما يلمس يا عيال، ايه وين؟ ايوه ايه انت ايش تسوي؟ سبايدر مان عندي حس السبع حقي. ايوه، انت حظك، حاول تأيم تحس انه هنا. طيب بس ابي كل، روح، نجيب طلقة واحدة على واحد بس، يلا. تمين. بدون ما تمسك. ايه بدون ما تمسك. لا 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 ما حي. يلا بدايتها ضيعت الباب. لا 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 اضرب لا اضرب بدك ما اضرب يا هذا انا الله يسعدك. معليش والله العظيم انه كذا احلى مره مره حلوه يا عيال. تدري تدري طلقتين كلها شطفته كذاب والله يمين وعد يسار هنا واقف جلطني خذ زياده اي بصبعه كذا يسوي كذا دقيقه دقيقه اي بس دقيقه زياده ايه قدامك مالك عد ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هي سيري play music صوتك هناك ما يطلق
ما يطلق. هذا ايش؟ انا ويني؟ ايه ما يطلق. صامل؟ اي والله. ما يطلق شو امه. ما يطلق هذا قدامي. غيب وياك الواحد غير مكانك، الواحد غير مكانه. دور زياد، دور مكانك، دور ناقل كرس. خلاص يلا. ابو نحوين، هذا ابو نح صح؟ هذا ابو نح. كم مره تعشى؟ ايه زبوناتكم. لا دي تعال مسكتك تعال. بس راسك الله يوفقك. السلم الى هنا، يعطيكم العافيه يا جماعه الخير. السلاح خرب وكل شيء خرب، فان شاء الله عوضكم باذن الله. تحديات تيك توك جايه بالمقطع بالجزء الثاني. شكرا.